يا علي بردا وسلاما مش خابنا. مش خاب الحالة القصوى، إعلان الحالة القصوى، مش خاب لكثرة الإصابات. شوفوا هاي بعينكم، شوفوا المشخاب، هاي شارعنا سدوه، سدوا شارعنا راق الحصوة، بعد لا دخول ولا خروج، هاك شوف بعينكم. الله يحفظكم سادتنا ويبعد عنكم كل سوء ويبعد عنكم كل مرض. افتح لنا طريق يرحم والديك شوي. خيلك يا علي راح بها المشخاب. سادتنا الكرام جاود المنطقة الناس بالكرمة، ان شاء الله صوتي يوصلكم مش تبغون، بس انا ارجو انا من سمعوني شوية اعيروني اهتمامكم، يعني مو بس خش السمعة، ارجو ان تلتزم بالكلام. اخواني هذا المرض يسعد الله عنكم كل الامراض ويعافيكم يا علي. لا علاج ولا ان قدرة كبشر